ماذا لو نجحت محاولة اغتيال دونالد ترامب؟ ضج العالم كله بمحاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن ماذا لو نجحت تلك المحاولة؟ يجيبنا الذكاء الاصطناعي ويحلل مآلات هذا الحدث الافتراضي لو وقع. يقول من شأنه أن يحدث زلزالا سياسيا في الولايات المتحدة وخارجها، مغيرا وجه السياسة الأمريكية والعالمية بشكل جذري. فلو بدأنا بالداخل الأمريكي، سيشعل هذا الحدث احتجاجات واسعة يقودها مؤيد ترامب، قد تتحول إلى أعمال عنف، ناهيك عن تصاعد حدة الخطاب السياسي وتبادل الاتهامات بين الجمهوريين والديمقراطيين. وستهدد عملية الاغتيال النسيج الاجتماعي الأمريكي، وتضع الديمقراطية الأمريكية في اختبار صعب. لكن ماذا عن الانتخابات الرئاسية؟ والحدث كان في وقت حساس بها، وقتئذ سيضطر الحزب الجمهوري لإعادة ترتيب أوراقه والبحث عن مرشح جديد، وستزيد احتمالية التعاطف الشعبي مع الجمهوريين رغم فرص الديمقراطيين التي قد تبدو متزايدة، وربما ظهور طيارات سياسية جديدة تسعى لملء الفراغ الذي خلفه ترامب. بالانتقال إلى السياسة الخارجية الأمريكية، فإن احتمالية إعادة ضبط العلاقات مع الولايات المتحدة لبعض الدول التي كانت على توتر مع إدارة ترامب، ستشتعل اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية بسبب عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة. والسؤال، كيف سينعكس الحدث على الملف الفلسطيني؟ ستذهب الإدارة الأمريكية الجديدة إلى إعادة تقييم صفقة القرن واحتمالية ميلها لموقف أكثر توازناً وفتح قنوات جديدة مع القيادة الفلسطينية، وستعمل الدول العربية على إعادة تقييم اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وربما يكون هناك دوراً أكبر للأطراف الإقليمية والدولية مثل الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين في الملف الفلسطيني.